يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول قائل بالحرام لأفعلن كذا أو بالثلاث لأفعلن كذا يعتبر من الحلف بغير الله؟ لا يعتبر من الحلف بغير الله، لكن يعتبر تعليق، تعليق الطلاق على شرط يجري مجرى اليمين، يأخذ حكم اليمين لأنه إذا فعل الشيء أو تركه يحنث في يمينه إن كان طلاقا وقع، وهذا الحنث في الطلاق. نعم.